بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نخلي الشغل بتاعنا كويس في البيم، فاحنا لازم بنعتمد على لغة مشتركة أو بروتوكول بينا وبين بعض. فبنختار حاجة نمشي عليها، لما بنختار كود جاهز زي مثلا الكود الأمريكي أو البريطاني أو السنغافوري أو النرويج أو أي كتاب من الكتب ديت نشتغل عليها، أو احنا بنقعد مع بعض بنختار بعض الحاجات من كل كود بحيث إن يبقى فيه التناسق بينهم، مبقاش فيه تعارض، وبيبقى متفقين اشمعنى الجزء ده هناخده من الكود دوت، اشمعنى الجزء ده هناخده من الحته ديت وهكذا. طيب، في من ضمن الاكواد الكويسه جدا ممكن الواحد يعتمد عليها اللي هو الاي اي سي يو كي بيم تكنولوجي بروتوكول، وهتلاقي الرابط اسفل الفيديو ما تقلقش. ده بيديني لو انا شغال بريطاني بيديني بعض المعلومات الكويسه جدا، وبيديني بعض الحاجات اللي احنا نبقى متفقين عليها بحيث مش كل واحد يبقى شغال بالتجربه والخطا، لا تبقى في حاجه قاعده شغالين عليها. ده بيعرف ايه هو الاي سي كي بين بروتوكول، صدر امتى 2009 اول اصدار، الناس اللي شغاله فيه او المنظمات اللي شغاله فيه زي كان بيم مثلا. بعد كده بيقول لك بقى السكوب بتاعه ايه، وبيشاور لاني كود البي اس 1192 2013، وبيقول لك ان انت لو شغال بسوفت وير ممكن تنزل الحاجات ديت. ان شاء الله كل واحد فيهم نعمل فيديو سريع كده نتكلم عنه، نشجع الناس انها تقراه. واحد مثلا للريفت، واحد للايكو سيم بيلدينج ديزاينر، واحد للاركيكاد، واحد للفيكتور وورك. تمام، لو انت بصيت على البريطاني بتلاقي الحاجات دي موجوده، في الامريكي مفيش حاجه مخصصه لسوفت وير، هي دي اصلا بره الكود، بس بيساعدك بيقولك طب انت دلوقتي احنا قلنا في الكود هنعمل كذا كذا كذا، طيب الحاجات دي هتعملها ازاي في برنامج الاركيكاد، بيقولك خش على كذا اعمل كذا اعمل كذا. فدي من الحاجات اللي بتقوي الكود البريطاني وبتخليه هو السهل جدا في الاستخدام. بيقولك الريفرنس بتاعتي الكتب ديت، ان شاء الله كل كود فيهم هنفتحه برضو نعرفه. بيقولك ديفينيشن، وانت شغال هتلاقي مثلا كلمه كومبوننت دي معناها ايه، كلمه فيوز مقصود بها ايه. وبعد كده بيقولك بقى طب ايه هو البيم اصلا، ايه هو البروجكت بيم اكستيشن بلان، بيبدا بعض التوضيحات بس براكتس. وبعد كده بيقولك مثلا الرولز، احنا دلوقتي واحنا شغالين في شركة، ايه الوظائف اللي بقت موجودة لما احنا اعتمدنا على البيم. فبيقول لي انا عندي دلوقتي هيبقى عندي بيم مانجمنت ده مستوى، وفي الكوردينيشن ده مستوى، وفي الموديلنج ده مستوى، وعندي بعض الوظائف. لو مثلا البيم مانجر يبقى تركيزه كله على الاستراتيجية، بيحط استراتيجية الشركة، بيعمل الابحاث، بيشوف الستاندرد، بيعمل التريننج، مش هيشتغل بايديه، مش هيعمل موديلنج بايديه، مش هيشتغل في الاوديت، مش هيشتغل في الاعمال الروتينيه اللي على طول، الكونتنت كرييشن، الموديل كوردينيشن، هو بيوجه الكوردينيشن وبيوجه الموديلنج يشتغلوا ازاي، الكوردينيشن بيشارك في التريننج وبيشارك في الاكسكيوشن بلان والموديل اوديت والكونتنت كرييشن، بس قدر الامكان مش هيعمل هو اللوح بنفسه. الموديلنج هو تركيزه كله على ان هو يعمل الموديل، وممكن يشارك في عمل الفاميلي. تمام، الاستراتيجيه بيبقى عباره عن الريسيرش والحاجات اللي احنا سائلينها، المانجمنت، البرودكشن. بعد كده بيتكلم على البيم اكسكيوشن بلان، دي حاجه بتبقى خاصه بالمشروع نفسه مش خاصه باستراتيجيه الشركه. انا شغال مع شركه فبقول له النظام بتاعنا هيبقى في التسليمات كذا كذا كذا، السوفت وير اللي هنشتغل بيه ايه هو، الميتنج هيبقى كل قد ايه، الكوردينيشن هيبقى عامل ازاي، وهيبقى كل فين وفين، ومين اللي مسؤول عنه. وبعد كده بيقول لي في حاجه اسمها البيم اكستيشن بلان تمبليت. تمام، الاثنين دول هتلاقيهم في الفيديوهات في اللي هو القناه بتاعت بيم ارابيا، بيم كيك اوف ازاي هنعمل دفعه للبيم عندنا في الشركه، بيم ريفيو ميتنج يعني عندي ميتنج للدفع الموضوع البيم والاتفاق على الاساسيات والحاجات دي كلها، وفي ريفيو، في ديزاين ريفيو ميتنج. وبعد كده بيتفق معايا على الكوماند داتا انفايرمنت، برضه احنا عملنا له فيديو. الفكره كلها تنظيم الملفات، بيبقى في فولدر للشغل بين القسم نفسه
يعني مثلا معماري عامل فولدر ورك ان بروجريس بيشتغل عليه، اخر الاسبوع في شخص مسؤول ان هو يتشيك لو كويس ومفيش مشاكل، بيحطه للشيرد بحيث بقية الاقسام تشوفه، وبكل فتره بيعمل تشيك مثلا كل اسبوع لو شغل سليم بيبدا يبعته للمالك ويبدا يبعته لبقيه الشركات اللي شغاله معانا، وكل فتره بنعمل اركايف ليه بحيث يبقى عندنا نسخه احتياطيه منه. تمام، هنا بيقول لي اه انا هنا عندي في موديل احنا شغالين عليه، وبعد فترة وده المعماري شغال على موديل والامي بي شغال على موديل والاستراكشر شغال على موديل، وكل فترة بنبدأ نحطه في منطقة الشيرد بحيث ان كلنا نبقى شايفين بعض. دي اسلوب. تمام، في اسلوب لا بيقول لك احنا كلنا هو 3 موديل بس، يعني الاركتكشر مش 2 موديل، لا هو موديل واحد الناس كلها شغالة عليه، وشايف المعماري وشايف الانشائي في نفس الوقت. مفيش حاجه اسمها فولدر المستقل ورك ان بروجريس وفولدر اسمه شيرت. ده اسلوب تاني. بيقول لي ازاي تتاكد ان الموديل بتاعك سليم، ايه الحاجات اللي تتاكد منها، الفايل فورمات، النيمنج، كل حاجه معموله اوديت، مفيش حاجه ملهاش لازمه. ندخل بقى في استخدام الموديل السوفت وير. لو احنا عندنا مثلا الموديل اللي عايزين كبير فعايزين نقسمه، فبيقول لك لو اركتكشر ممكن تروح قايل ان مثلا كل الادوار اللي تحت الارض في فولدر وكل الادوار اللي فوق في فولدر، ولو لقيت كذا مبنى كل مبنى فيهم يبقى فولدر لوحده. الاستراكشر بتشوف الحاجه الميجر وتبدا تقسمها، او جوين وتبدا تقسمها. الميكانيكال والالكتريكال ممكن تقسمه حسب السيستم، او تشوف مثلا حسب الزونات تخلي عدد من الزونات الناحيه دي وعدد من الزونات الناحيه دي، ازاي هتقسم، ازاي هيبقى فيه ريفرنس. زي ما انت شايف هنا الموديلنج ميثودولوجي، يعني بقى الفكره بتاعتنا تبقى شغاله ازاي. ال ال او دي لو طلب مننا ان احنا نبعت في اول مره ايه التفاصيل اللي هتبقى موجوده في كتاب بيحدد لك الاتفاق، يعني بيقول لك ال ال او دي 1 بيبقى كام، ال2 كام، ال3 كام، بحيث ايه اول مره مثلا نحط بتفاصيل بسيطه، وبعد كده في لوحه تانية يبقى فيها تفاصيل اكتر. طريقه التسميه كنا لسه عاملين فيديو الموضوع دوت، بس سريعا بيبقى انا عندي الاسم مكون مثلا اي اي شرطه بي بي شرطه سي سي، عباره عن ان انا بقول اول حاجه ده اسم البروجكت، ده اسم الاورجنايزيشن الانجليزيتور، ده الزون. بعد لو انا عندي المبنى كبير لو مش كبير بنخليه 0 0، الليفلات، التايب، يعني هيبقى 2D ولا 3D، ولا يعني الملف ده عبارة عن ايه، الرول، بعد كده النمبر، سكريبشن. ده دي طريقة التسمية هي كمثال ليها. وبعد كده بيقول لك احنا ممكن نسمي مثلا بعض الفيو نيم، هيبقى مسمي ازاي، بحيث انت مجرد تشوف الفيو نيم خلاص انت عرفت ان ده اركتكشر، ان ده بتاع الدور الاولاني، ان ده المشروع اللي هو 123، مجرد انت شفت بس ايه اسم الفيو. البرزنتيشن ستايل بيبدأ يتكلم عنها، وزي ما قلنا في كتب لكل سيستم بيقول لك انت لو انت عايز تعمله في برنامج الاركاد هتعمل ايه، لو شغال في الريفت هتعمل ايه. طريقه التسميه الدايمنشن الستايل بتبتدي بالتكست سايز الاول، بعد كده سترنج تايب، بعد كده تيك مارك، بعد كده اليونت، بعد كده الديسكريبشن، حاجه بالشكل دوت 1.8.con.ro.mm. فبيبقى سهل مجرد تشوف تعرف الحاجات دي فين. ده الريسورسز، انتروداكشن، سوفت وير، جنرال بيم ريسورس لايبراري، الكينوت، الحاجات الاساسيه دي. بقى في الاخر كان اصلا ما بيتكلم بيقول لك روح للخاتمه هتلاقي الموديل فايل نيمينج كود هتسمى ازاي، طريقه الملفات، البروجكت فولدر، استراكشر تبقى عامله ازاي. ده نظر سريع على الكود، وهتلاقي الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله. الف شكر.